خلاني أقرأ غلط وأنا من التائبين. استغفر الله تعالى، ما قدرت أستمر ولا تحملت من كبر الخطأ فايتين. يمكن تقولون يقرأ الكافرون الغمر، لكننا قلت قل يا أيها الكافرين. يا رب وانت تعلم ان الحاله الاحول شمر، الطف بعقل المفارق وارحم العاشقين. العاشق قدره يمر بمرحله في العمر، لا هو من المعرضين ولا من المتقين. الحال ما من هنا والخاطر ادهى وامر، وضيقها الله قوي والحيله الله قوي وضيقها الله يعين. تشب نارا مثل نار الهنوده الحمر، وتدور وتلف وتسد الثغر باليدين. لا يحسب ان الهوى فنجال صين وتمر، التمر جمره غضا والسم فنجال صين. عرضت عن كل غيدا غشمرية عمر، ألا هو العفري الغض العفيف الثمين. غزيل الريف حقه من قطوف الثمر، جريت الأنهار والممشى الأميري يمير. رجلينه تقول فيها مثل ياي الحمر، ياطع على ياي ما ياطع على كاحلين. حتى الحزام الدمشقي لو يمسه ضمر، وشلون مدري ما أعرف حزامه يروحه وين. أنا لي شفت وجهه تني أشرب خمر، هذا ما هو بادمي هذا خمر مسلمين. بمكعبات الثلوج اللي ما بين الجمر، وحجارة التلمسان اللي على الحاجبين، والدقة المخملية والخمار الحمر، والوردة الطائفية والشهد واللجين. بالله بنشدك يوم ان القصيد انهمر، والسطر ما فاخره نقطة ولا نقطتين. غريبة العالم اللي يعشقون السمر، ان كان شافوك زين وشافوا البدر زين، ما حطوا مقارنة بينك وبين القمر، اوجد ثلاثة فوارق بين هالكوكبين. سلامتك. سلام. صح لسانك، صحة أبدانك، وبيض الله.